لازم تعرفي إنه كل شيء رح تحكيه بيفيدنا كتير، لهيك احكي لنا على كل شيء. عم اسمعك، يلا قلي لي شو اللي صار بالضبط. إذا بدك تسكتي هيك ما فيني ساعدك، يلا احكي. مستحية مشان هيك ما عم تحكي. فاطمة يلا قولي لحضرة المساعد على كل شيء. شو بك يا خرستي؟ هي قالت لي سيدي. سكري تمك، سكتي. احكي. إذا حكيتي القصة كلياتنا فينا نوقف جنبك ونساعدك. أنت لا تتدخل. يمكن مستحية لأنه حبت كريم وهي مخطوبة. ايه تركوني أعرف حقيقة معها. طلعوا لبرا، لبرا. طيب خلص خلص، ما حنحكي ولا كلمة. طلعوا، زعلتوا، طلعوا طلعوا لبرا. يلا خلونا نطلع. طالعين. قلي لشو عم تخطط؟ ها؟ على مين بدك تتستر وتلبسها لكريم؟ لك شو عم تخبصي؟ انت حلي عني، ماني ناقصك. قلي شو قصتك بترشدان بالشي اللي صار؟ أنا محامية لفاطمة، فهمتي؟ أنت الممسحة تبعه المفكرني ما بعرف؟ دائما أنت اللي بتنظف وسخن، وهلأ أنت عم تلعب نفس اللعبة. أنت بتسكتي ولا بسكتك غصب عنك؟ مستحيل تحشر أنفك بهي القصة إذا ما كانوا ولاد رشدان إلن علاقة باللي صار. حاجة تتهمي العالم بالباطل، هاي فيها حبس إذا ما بتعرفي. إيه عم بتهمون؟ قاضيني قاضيني. شو هالضوجة هاي؟ سكتوا ولا بقلعكن؟ ست مريم تعي عادي. فاطمة لما بتقول الحقيقة فرجيني وشك. خليك هون مقابلي. ايه وبعدين معك رح تضلك ساكتة؟ طلعتهم كرمالك، ما في داعي تخجلي. احكي لشوف، احكي لي كل شي صار معك. ليكي بلشت عصبها، كنت موافقة على اللي صار بينك وبين كريم؟ جاوبيني عم اسألك. انا مو من حقي احكي اي شي. اي موافق. كريم ايه رح اتزوج فاطمة. ما لا تحلوا مشاكلكن وبلا ما تعقدوا القصة اكتر، هالقضية اخذت من زمننا اكتر من اللازم. شو بدكن؟ تعلقوا كل اهل الضيعة ببعضهم؟ بوعدك رح خليهم يتجوزوا بأسرع وقت.